السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا التلاميذ عزيزاتنا التلميذات في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات قناة الدعم اليسير. فيديو اليوم يهم مادة الرياضيات، وبالضبط رياضيات المستوى الثامن أو الثانية إعدادي، وعنوان الدرس هو الأعداد الجذرية. في هذا الدرس سوف نتعرف على ما هو العدد الجذري وكيف يمكننا مقارنة عددين جذريين وبالإضافة إلى مجموعة من العمليات. إذن فلنبدأ على بركة الله. أول نقطة هي ما هو العدد الجذري. العدد الجذري هو عدد يساوي خارج عدد صحيح نسبي A على عدد صحيح نسبي غير منعدم B. كيف ما تنذكروا في الابتدائي تعرفنا على الأعداد الكسرية. عدد الكسرية كيف ما تنعرفوا هي عدد يتكون من بسط ومقام. الأعداد الجذرية هي الأعداد الكسرية. الفرق اللي بين الأعداد الكسرية والأعداد الجذرية هي العدد الجذري أصبحنا نتعرف على العدد فيه العدد السالب والموجب. فمثلا نأخذ العدد، مثلا العدد A على B. هذا العدد هو عدد جذري. لماذا؟ لأنه يتكون من بسط ومقام. البسط هو A والمقام هو B. A عدد صحيح طبيعي، عدد صحيح نسبي، و B عدد صحيح نسبي غير منعدم. لاحظوا معنا الاختلاف بين A و B أن B ما خصوش يكون يساوي صفر. هذه النقطة خصكم تنتبهوا لها في الأعداد الكسرية، ما خصناش المقام دائما تكون غير منعدم. إذن A على B عدد جذري. على العدد الجذري نمر النقطة الأخرى هي إشارة العدد الجذري. العدد الجذري ممكن يكون عدد موجب، ممكن يكون عدد سالب، كما هو الحال بالنسبة للأعداد الصحيحة الطبيعية. الاختلاف أن العدد الموجب هو بحال مثلا 5 على 7، فالعدد 5 على 7 عدد جذري موجب، لأن 5 موجب و7 موجب. بالنسبة للعدد ناقص 1 على 4 فهو عدد جذري سالب. لماذا؟ لأنه يحمل إشارة ناقص. لاحظوا معي واحد النقطة هنا مهمة، أن العدد سالب بالنسبة للأعداد الجذرية فهو يمكن كتابته على هذا الشكل، يعني ممكن بصفة عامة نكتبه ناقص A على B، فهي تساوي ناقص A على B وتساوي ناقص A على ناقص B. علاش قلت الله شرنا لهذه النقطة؟ يعني الإشارة ناقص ممكن نحطوها مع A في البسط، ممكن نحطوها وهنا على السطر، ممكن نحطوها في المقام. يعني ناقص A على B عدد سالب، فهو هذا الحال كتابات كلها صحيحة، إذن ليس هناك اختلاف. هي متى يكون عددان متساويان. لاحظوا معايا هنا عندنا A على B و C على D عددان جذريان. متى يكون A على B يساوي C على D؟ يكون A على B مساوي لC على D إذا كان جداء الطرفان، يعني A في D يكون مساوي لC B في C. يعني إذا كان هذا في هذا يساوي هذا في هذا، فإن هذا العدد هذين العددين فهما متساويان. سوف نأخذ مثال لكي نضبط هذه النقطة. مثلا عندنا 5 على 7، وعندنا العدد مثلا 15 على 21. لاحظوا معي، متى نقول أن هذا العدد هو مساوي لهذا العدد؟ يكفي هنا أن نلاحظ أننا نقوم بضرب 5 في 21، وهذا العددان يسميان طرفا هذا الأعداد الجذرية، ونضرب 7 في 15
ونقوم بحساب العملية. 1 × 5 = 5، و 2 × 5 = 5 10 هي 105، و 7 × 5 = 35، 7 × 1 هي 110. نلاحظ هنا أن جداء 5 × 21 هو 105، وجداء 7 × 15 هو 105. إذن بما أن جداء ديال الطرفان مساوي لجداء الوسطين، إذن فهذان العددان متساويان. نتمنى تكون هذه النقطة واضحة. إذن نأخذ مثال آخر لنتعرف هل هذان العددان متساويان. مثلا هل 2 × 3 يساوي 7 × 6؟ إذن فاش نلقاو واحد العددان جذريا وتطلبوا منا هل هذان العددان متساويان، يكفي نضربوا 2 × 6 ونحسبه هي 12، ونضربوا 3 × 7 وتتعطينا هي 21. لاحظوا أن 12 تخالف 21، إذن هاد العددان غير متساويان. إذن بصفة عامة كلما عطونا السؤال هل هذان العددان متساويان، إذن يكفي نضربوا الطرفان ونشوفهم هل هما متساويان مع جداء الوسطين. نقطة أخرى، إذا أردنا مقارنة هذين العددين، إذن نلاحظ أنهما غير متساويان. مثلا قالوا لنا قارنوا هاد العددين بين نشوفوا شكون هو الكبير وشكون هو الصغير. إذن أول حاجة في الأعداد الجذرية خصنا نحفظوا واحد القواعد مهمة تتهمنا وتتساعد علينا هاد التمارين، هاد السؤال. إذن أول حاجة تنلاحظوا هاد العددين كيف هي إشارتهم. إذا كان هاد العدد واحد سالب وواحد موجب، فإحنا تنعرفوا تلقائيا أن كل عدد سالب فهو أصغر من موجب. مثلا إذا كان أ على ب عدد سالب أصغر من صفر، وكان س على د عدد موجب. إذن في المقارنة يكفينا نركز على هذه القاعدة، أن بما أن هذا سالب فكل سالب أصغر من موجب، وبالتالي فإن أ على ب فهو أصغر من س على د. إذن كل عدد سالب فهو عدد أصغر من عدد موجب. هذه أول نقطة من المقارنة. إذن يكفي أننا نستحضر هذه النقطة، الأعداد السالبة كلها أعداد أصغر من الأعداد الموجبة. نقطة مثلاً ناقص 1 × 10 و5 × 11، وطلبوا منا مقارنة هذه العددين. هنا تلاحظوا بأنه ناقص 1 × 10 فهو عدد سالب لوجود الإشارة السالبة هنا، و5 × 11 فهو عدد موجب. إذن تلقائياً بلا نقارنوا هاد العددين، بما ان هذاك سالب وهذاك موجب، فتلقائيا نديروا بان الموجب هو العدد الكبير. مفهوم؟ مثلا ناخذ مثال اخر، 7 × 12 وناقص 30 × 500. هنا لاحظوا معي بانه 7 × 12 هو عدد موجب، وناقص 30 × 500 فهو عدد سالب، وبالتالي هذا السالب فهو أصغر من الموجب. إذن 7 × 12 أكبر من ناقص 30 × 500. نمر الآن إلى مقارنة عددين جذريين، مثلا يكون بجوجهم تكونوا موجبين. إذا كان مثلا هنا أكبر من صفر، والسي على الدي أكبر من صفر. إذن هنا تلاحظوا بأنهما هما عددان جذريان، كل من أ على ب هما أعداد جذرية. إذا كان لدينا عددان جذريان فإننا هنا خصنا ننتبه، ضروري نلاحظوا كل من البسط والمقام ديال العددين. لاحظوا معي، غادي ناخذ مثال باش نفهموا أكثر. مثلا لاحظوا عطونا 1 × 10، قارنوا 1 × 10 و5 × 10. إذن ضروري من الملاحظة قبل ما نمشيو لأي عملية في الأعداد الجذرية، ضروري نلاحظوا العدد بعدا من شي تكون الأرقام اللي مكون منها. هنا 1 × 10 و5 × 10، تلاحظوا بأن العددين لهما نفس المقام. هنا القاعدة اش تقول لنا؟ إذا كان عددان كسريان أو جذريان لهما نفس المقام، فأكبرهما بسطا هو الأكبر. إذن لاحظوا، إذا كان لدينا عددان جذريان، هذا عدد جذري وهذا عدد جذري، المقام ديالهم بحال لهما نفس المقام، فإننا تنقارنوا البسوط، تنمشيو غير البسوط ديالهم، يكون هذا بحال نمشيو البسوط ونقارنوهم. الكبير في البسط هو الكبير، بمعنى ديريكتومو تنديرو 1 × 10 أصغر من 5 × 10. ناخذ مثال آخر، هما عددان آخر 2 × 3 و100 × 3، كما قلنا تنسبقوا الملاحظة هي الأولى. 2 × 3 فهي
عدد جذري موجب، ومئة على ثلاثة فهي عدد جذري موجب كذلك. إذن نلاحظ أن لهما نفس المقام. من تكون عندنا نفس المقام تنقارنوا البسوط، الكبير في البسوط هو العدد كله تكون هو الكبير من الآخر. إذن مئة أكبر من اثنان، وبالتالي فإن العدد الجذري كله ثلاثة على مئة على ثلاثة فهو أكبر من اثنان على ثلاثة. إذن لاحظوا معي هنا شقلنا، إذا كان عندنا العددين موجبين وجذريين ولهما نفس المقام، إذن فأكبرهما هو الأكبر بسطا. إذن المثال الآخر لمقارنة عددين جذريين، إذا كان العددين كل من العددين هو عدد سالب، أعلى بعدد سالب يعني أصغر من صفر، وسي على دي أيضا عدد سالب. كيف يمكننا مقارنة العدد أعلى ب وسي على دي؟ نأخذ مثال باش نفهمه أكثر. مثلا ناقص 3 على 7 وناقص 5 على 7. لاحظوا معي هنا لمقارنة عددين سالبين ولهما نفس المقام، فإننا نقارن البسوط. البسوط اللي تنقارنه إذا كانوا بجوجهم سالبين ولهما نفس المقام نقارن البسوط، ناقص 3 وناقص 5، الكبير فيهم هو الصغير. إذن لأنه ناقص 5 أصغر من ناقص 3، إذن الكبير فيهم هو الصغير، بمعنى ناقص 3 على 7 هو أكبر من ناقص 5 على 7. إذن إذا كان عددين سالبين هما بجوج ولهما نفس المقام نقارن كذلك البسوط، الكبير فيهم هو الصغير، يعني ناقص 5 أكبر من ناقص 3، وبالتالي نأخذ ناقص 7 على 3 هو اللي أكبر من ناقص 5 على 7. هنا الأعداد الجذرية كيف ما تلاحظوا أعلى ب هما عددان جذريان موجبين بجوج، ولكن هنا تلاحظوا نأخذ مثال إذا كان هنا أ تساوي سي، بمعنى لمقارنة العددين الجذريين أ على ب وس على د، الحالة هنا تكون أ مساوية لس. لاحظوا نأخذ مثال باش نفهموا، مثلا هما بجوج يساوي مثلا 5، هنا 5 على 14 مثلا نريد أن نقارنها مع 5 على 20. إذا لاحظوا لمقارنة عددين جذريين لهما نفس المقام نفس البسط عفوا 5 5، فإننا نقارن مقاميهما. إذا كانوا عندنا جوج الأعداد الجذرية وعندهم نفس البسط نمشيو نشوفوا الأعداد المقامات الأرقام اللي في المقام، يعني هنا المقام 20 وهنا المقام 14. هنا العكس ديال الحالة الأولى، يعني إذا كان 20 أكبر من 14 ف14 هو اللي أكبر من 20 في الجذور في القصور عفوا في الأعداد الجذرية. إذا 5 على 14 أكبر من 5 على 20، مفهوم؟ إذا نعودوا، إذا كان عندنا عددين جذريين لهما نفس البسط، عدد جذري لهما نفس البسط، نقارن المقامات. الصغير في المقامات فهو العدد كله هو أكبر من الآخر. نأخذ مثال آخر، مثلا عندنا 2 على 10 و 2 على 17. هنا يطلبوا منا قارنوا هاد العددين بجوج. لاحظوا هنا لهما نفس البسط اللي هو جوج جوج اثنان اثنان، وعندنا المقامات 10 و 17. حنا تنمشيو ملي تلقاو البسوط بحال بحال نمشيو غير المقامات 10 صغر من 17، اذا العدد كله فهو اكبر من 2 على 17. نتمنى تفهموا هذه النقطة. وصلنا إلى الحالة الأخرى، الحالة فاش تكونوا عددين جذريين. مثلا هنا أخذنا أعلى بعدد موجب وس على د عدد موجب، وبغينا نقارنوهم. هنا كيف ما عندنا أ تخالف سي و بي تخالف دي، بمعنى أن هاد العددين اللي عطاونا هنايا ما هما لا لهما نفس المقام لا هما نفس البسط، لا عندهم لا واحد سالب لا واحد موجب، يعني الأعداد مختلفة. كيفاش يمكن ليا نقارنو إلا عطاونا بحال هاد الحالة؟ ناخدو مثال باش نفهمو أكثر. عندنا 5 مثلا على 6 و 4 على 7، هذان عددان جذريان 5 على 6 و 4 على 7، ونطلب منا المقارنة. إذن هنا بطبيعة الحال نقطة مهمة تعرفنا عليها في الابتدائي وكذلك في السابع في المستوى السابع، هي أننا ضروري من توحيد المقامات تنوحدوا المقام هاد العددين عند من بعد تنقارنوهم. إذن فهنا 5 على 6 تنوحدوا المقام ديالها باش المقام موحد هو 42، إذن 42. لاحظوا هنا ضربنا في 7 نضربوها في 7 هي 35، و 4 على 7 حتى هو عدد جذري نوحدو المقام مع العدد الاخر المقام هو 42، ضربنا هذا في 6 نضربوا هذا في 6 هو 24. اذا عوض
خمسة على أربعة ستة، واحد وخمسة على ستة وأربعة على سبعة، أصبح لدينا العددان هما 35 على 42 وأربعة وعشرون على 42. لاحظوا رجعنا للقاعدة اللي سبق لنا وشفنا قبيلة، هنا قلنا بأنه بنا نقارن دابا هاد العددين عوض 5 على 6 فهي أصبحت 35 على 42، 4 على 7 أصبحت 24 على 42. لاحظوا بأن العددين لهما نفس المقام، وبالتالي فإننا نمشيو نقارنوا البسوط، الأكبر منهم هو الكبير، بمعنى أن 35 هو على 42 هو أكبر من 24 على 42. إذن وهنا تنرجعوا نقولوا متى نلقاو هذه، نستنتج ومنه نقول أن 5 على 6 فهو أكبر من 4 على 7. نعودوا هذه النقطة بعجالة، إلا عطاونا جوج الأعداد كسرية جذرية وطلبوا منا نقارنوهم، عطاونا هذوك الأعداد ما فستهم ما عندهم لا بسوط مشابهة لا مقامات مشابهة، أش نديروا؟ ضروري من توحيد المقامات، يعني تناخذوا دوك الأعدادين وتنوحدوا لهم المقام باش نحصلوا على الخاصيه، الحاله الخاصه ديال ان لهما نفس المقام. وحدنا المقام للعددين ومن بعد تنقارنوهم بالتطبيق القاعده اللي تقول اذا كان عددان جذريان لهما نفس المقام ولمقارنتهما فالاكبر هو اكبر بسطان، يعني ان 35 اكبر من 24، وبالتالي فالعدد بكامله 35 على 42 اكبر من 42، 24 على 42. وتنرجعوا ما نخفوش هنايا، ضروري نرجعوا للعدد اللي عطاونا، عطاونا هما 4 على 7 و 5 على 6 نقارنهم، اذا 5 على 6 اكبر من 4 على 7. نتمنى يكون هذا الشرح. اذا فكخلاصه لهذا التمرين لهذا الدرس، هنا لمقارنه عددين كسريين اول نقطه تنتبهوا لها هي اننا تنمشيو نشوفوا دوك الاعداد الكسريه واش هي موجبه بجوج، واش هما سالبين بجوج، واش واحد موجب واحد سالب وما الى ذلك. هنا في الحاله فاش يكونوا بجوج سالبين، هنا بجوج سالبين الصغير فيهم هو الكبير، كيفما القاعده ديال الاعداد الصحيحه، الاعداد الصحيحه لها بحال نفس القانون يسري على الاعداد الجذريه. النقطه اذا كان عندنا واحد سالب وواحد موجب فبطبيعه الحال العدد السالب هو اصغر من العدد الموجب، اما اذا كانوا بجوجهم موجبين ولهم تنمشيو نلاحظوا المقامات ديالهم، اذا كان عندهم نفس المقام نقارنوا البسوط، اذا كان الكبير في البسوط هو العدد الكبير، يعني كانوا عندهم نفس المقامات ولكن البسوط مختلفه، الكبير في البسوط هو الكبير هو العدد الكبير. بالعكس اذا كان عندهم نفس البسوط كما هي الحاله الاخيره، عندهم نفس البسوط وتنمشيو نلاحظوا المقامات ديالهم، الصغير في المقامات هو الكبير، الصغير في المقامات هو الكبير. إذن هنا أننا تعطينا واحد اللمحة شاملة على المقارنة ديال العددين. وصلنا إلى الحالة الأخرى، الحالة فاش يكونوا عددين جذريين، مثلا هنا أخذنا أعلى بعدد موجب وسي على دي عدد موجب وبنا نقارنوهم، هنا كيف ما عندنا معنا أ تخالف سي وبي تخالف دي، بمعنى أن هاد العددين اللي عطاونا هنايا ما هما لا لهما نفس المقام لا لهما نفس البسط لا عندهم لا واحد. منا يكون هاد الشرح مستوفي لجميع الحالات اللي تنطيحوا فيها في الأعداد الجذرية. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى فيديو مقبل بحول الله، والسلام عليكم.